السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة والطالبات الأعزاء، المشاهدين والمتابعين لمنارة العلم English for You، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلم English for You. النهاردة جاية بسلسلة فيديوهات، سلسلة التعريف بالكليات، من خلالها هعرفك عن كل كلية، المواد اللي انت بتدرسها، الكلية بتقبل شعبة ايه، بتقبل من مجموع كام، ازاي تقدر تعمل التنسيق. كل ده هيكون في السلسلة بتاعتنا. هننزل ايه فيديوهات كده ورا بعضيها، تقدر تعرف منها كل حاجة شغلاك عن التنسيق. الفيديو بتاعنا النهاردة بعنوان ازاي انسق، كيف يمكن للطالب ان يقوم بعملية التنسيق الالكتروني، ويعني ايه تنسيق الكتروني، وهل التنسيق الالكتروني مختلف هذا العام، العام 2023-2024 عن الاعوام السابقة ولا لا. هنرد على ده كله من خلال الفيديو بتاعنا النهاردة. المطلوب منك انك طالما بتستفاد حاول ان انت تفيد غيرك عن طريق ان انت تعمل منشن لصاحبك او صديقك في الكومنتس ان هو كمان يدخل ويستفاد. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل اللي احنا بنقدمه، وما تنساش اللايك على الفيديو عشان الفيديو يعلى ويوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات نقدر نفيد بيه طلبة تانيين زيك. واحتسب ده كله ان هو زكاة علم بنفيد بيه جميع الطلبة والطالبات. طيب يلا مع بعض نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، وعايزين بقى نعرف فيه كل حاجة عن نظام التنسيق الإلكتروني. هنعرفها عن طريق سؤال وجواب. أول سؤال عندي بيقول: هل يوجد تغيير في نظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؟ لا، ما فيش أي تغيير. أنت هتنسق إلكتروني عشان تلتحق بأحد الجامعات الحكومية أو المعاهد، ونظام التنسيق خلاص معروف بشكل إلكتروني كامل زي ما هو كان معتاد في الدفعات اللي فاتت. طيب السؤال الثاني بيقول لي: ما القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني؟ يعني وأنا بعمل التنسيق ده أراعي إيه؟ أول حاجة التأني، تأني جدا وأنت بتكتب الرغبات بتاعتك. وبعدين انت عايز كلية معينة، مثلا كلية هندسة، كلية طب، كلية صيدلة، اي كلية whatever ان انت عايزه، حاول تكتب الفروع بتاعت الكلية كلها. طبعا انت هيكون ملتزم بالموقع الجغرافي بتاعك، يعني انت مثلا لو من القاهرة هتبتدي ان انت مثلا تكتب عين شمس، بعديها القاهرة، بعديها حلوان. لو انت من الجيزة بتكتب القاهرة ثم عين شمس ثم حلوان. لو انت مثلا من مناطق الأيوبية او القناطر بتبتدي تكتب عين شمس الاول، بعديها بنها. بتلتزم بالموقع الجغرافي، بتبتدي تكتب من الاقرب للابعد عشان يبقى سهل عليك. ولكن نصيحتي ليك ما تكتبش الكلية اللي انت عايزها في مكان واحد بس اللي هو القريب ليك وبعدين تنزل على كلية تانية. لا، طب ما انت ممكن مجموعة يفرق نص درجة مثلا عن الكلية اللي انت كاتبها في المكان. يعني مثلا انت ساي ان انت من القناطر وعايز طب بشري عين شمس، هتبص ليها فرقت معاك على نص درجة لو انت مش كاتب وراها طب بشري بنها، مش هتدخلها. تمام. وبعد ما تكتب بقى الاماكن القريبه منك، ابتدي رتب الاماكن التانيه، بس اكتبهم كلهم بحيث ان لو فرقت مثلا 1/10 عن المجموعة اللي انت جايبه تقدر تلحقها في مكان تاني. فتكتب كل فروع الكليات الموجودة في المحافظات المختلفة وترتبها من الأقرب للأبعد. تمام؟ كمان ايه بقى؟ عندك حاجة اسمها الرقم السري، كل طالب ليه رقم سري. الرقم السري ده اللي هتقدر منه تدخل في التنسيق وتعدل الرغبات بتاعتك طول فترة التنسيق. الرقم السري ده خطر جدا يا ولاد، محدش يدي الرقم السري بتاعه لحد ولا يوريه لحد، لان في ناس بتحب تعمل في بعض مقالب، في على سبيل الهزار وفي على سبيل الغل والحسد. يعني كان في مشكله في سنه من السنين، طالبه مقفله الدرجات وجايبه مجموع مرتفع جدا، وكانت كاتبه اول رغبه ليها التحاقها بكليه الطب البشري. حد عارف الرقم السري بتاعها دخل وغيرها الرغبات وكتب لها مثلا اول رغبه احد المعاهد السنتين. فانتوا شايفين الفجوه ما بين كليه طب بشري لمعهد سنتين، وبعد كده خلاص هي ما يعني ما حاولتش ان هي تدخل تتاكد قبل ما تبعت التنسيق ان خلاص هي مرتبه الرغبات صح، وبالتالي جات لها بطاقه الترشيح على المعهد السنتين ده. طب هي تقدر تعمل ايه دلوقتي؟ ما فيش اي حاجه تقدر تعملها. اشتكت وقالت ان انا مش انا اللي مرتبه الرغبات دي وحد اللي عملها لي كده، خلاص هاتي بقى ما يثبت. فالرقم السري ده يا ولاد مهم جدا، احتفظ بيه لنفسك، ما تعرفوش لحد وما تديهوش لحد. كمان نخلي بالنا من ايه؟ من الكيانات الوهمية.
يعني ايه؟ يعني تبص تلاقي مثلا يقولك اكاديمية كذا بتقبل الحصيلة على مجموع 50% وبشرط ان انت بتدفع مش عارف مصاريف كام، وتبص تلاقي ده كله وهم في وهم، دي معاهد غير معترف بيها بالمرة، بتاخد فلوس من الناس وبتلم منهم فلوس وهي نصبايا. انت وانس ان انت دخلت على موقع التنسيق الجامعي هتلاقي الجامعات اللي تابعة لوزارة التعليم العالي، هتلاقي المعاهد اللي تابعة لوزارة التعليم العالي، هي دي اللي انت ملتزم بيها اللي موجودة على الموقع. ما تروحش لكيانات تانية من برة وتقول ده انا نسقت معاها او قدمت للتنسيق الحكومي، لا انت كده ما قدمش للتنسيق الحكومي، تمام؟ يبقى نخلي بالنا من الثلاث حاجات دول. طيب بالنسبة للموقع بتاع وزارة التعليم العالي على الانترنت والموقع بتاعه على الفيسبوك وعلى انستجرام وتويتر، كل ده هسيبهولك في اللينك بتاع صندوق الوصف. طيب تالت سؤال معايا بيقول لي كيف يتم قبول الطالب بالجامعات الحكومية والمعاهد؟ طبعا عن طريق شبكة الانترنت او التنسيق الالكتروني، ودي خدمة مجانية بتكون متاحة من خلال الموقع اللي انا هقوله لكم دلوقتي، وهو www.tansiq.egypt.government.egypt. او انت لو كتبت في محرك البحث كتبت موقع تنسيق الجامعات الحكومية المصرية هيفتح معك على طول. طيب السؤال بقى كده بيقول لي ما اماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني؟ يعني انا كطالب عايزة اعمل عملية التنسيق ده وما عنديش خبرة اعمل ايه؟ طبعا اول حاجة انت تقدر من بيتك وانت قاعد اللابتوب بتاعك الشخصي او الكمبيوتر الشخصي بتاعك يكون متصل بالانترنت، هتدخل على الموقع وبتبتدي تعمل عملية التنسيق، وهو بيقول لك الخطوات وانت ماشي، هيقول لك دخل الرقم السري، دخل الرقم الجلوس، دخل اسم المدرسة، بتكتب بياناتك، هيبتدي يفتح معاك، هيبتدي بعد كده يقول لك رتب الرغبات بتاعتك، وزي ما اتفقنا بتشوف اول كلية انت عايز تدخلها ايه وبتراعي مجموعك عشان ما تعملش استنزاف في الرغبات. انت عندك 75 رغبة بتملاهم، ولكن مثلا مش واحد مثلا جايب لي 70% يبتدي يكتب لي طب بشري وصيدلة، طب ما انت عمرك ما هتدخلها، انت جايب 75%. يبقى انت تراعي فئة المجموع بتاعتك، يعني 75% دي ممكن يدخلك تجارة، ممكن يدخلك تربية، ممكن يدخلك مثلا فنون جميلة، ممكن يدخلك كليات الاداب، كليات الحقوق. يبقى انت تراعي الفئة اللي انت منها وتبتدي ترتب رغباتك. انت مثلا وانس عايز في الاول كلية تجارة، تشوف النطاق الجغرافي ان انت فيه ايه، انت مثلا من محافظات الجيزة، يبقى المفروض تكتب تجارة القاهرة لان دي اول حاجة في الموقع الجغرافي للجيزة، بعديها تجارة عين شمس، بعديها تجارة حلوان، بعد كده تبتدي ترتب بقى على حسب الاقرب فالاقرب، يعني الاقرب الاول ثم الابعد فالابعد فالابعد، تمام؟ ما تسيبش اي كليه من كليات تجاره موجوده في اي محافظه الا لما تكتبها عشان تضمن ان انت هتدخلها. طيب جات لك محافظه من المحافظات دخلتها وهي بعيده عنك، تقدر بعد كده ان انت تعمل الاختراب، بيفتح بعد كده الموقع على الاختراب، وبتقدر ان انت من غير ما تقضي السنه الاولى خالص وانت لسه قاعد مكانك ان انت تحول بقى لمثلا تجارة القاهرة اللي هي أصلا كانت فرقة عن مجموعك 1 أو 2% من خلال الموقع بتاعك. طيب يبقى احنا اتفقنا اي طالب في البيت عنده لابتوب عنده كمبيوتر يقدر يقوم بعملية التنسيق. طب هو مش عارف او خايف ان هو يغلط في حاجة، او ما كانش ليه اخوات اكبر منه فما يعرفش الخبرة دي، او ما شافش قبل كده التنسيق فمحتاج ان هو حد يعمله له، يعمل ايه؟ يبتدي بقى يروح للجامعات، الجامعات الحكومية والكليات التابعة ليها بالمحافظات المختلفة فيها معامل للحاسبات، هتلاقي قاعات كبيرة مليانة كمبيوترز، في الناس موجودة مراقبين هيبتدوا يقولوا لك اعمل كذا وكذا. وهو اصلا موقع التنسيق لو فتحته هتلاقي الموضوع بسيط جدا، ان هو جايب لك الخطوات، وان حتى لما الوقت بيخلص منك بيدي لك وقت اكتر لحد ما تعيد وتعمل، وانت اصلا بعد ما كتبت الرغبات ليك مثلا مدة 4-5 ايام انك معاك ان انت تدخل تعدل فيهم برضو زي ما انت عايز. اهم حاجة بس تبقى بتسأل نفسك انت عايز كلية ايه وعايز تروح ايه بالظبط، وتبقى ثابت على مبدأك وهدفك عشان ما يبقاش عندك تشتت، تبقى عارف انت عايز تعمل ايه. طيب السؤال بعد كده، كيف يمكن لطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني؟ زي ما اتفقنا عن طريق انه بيكتب بياناته، اسمه، رقم جلوسه، الرقم السري الخاص به، مدرسته. طيب السؤال بعد كده، ما مراحل التنسيق بتاع الجامعات الحكومية والمعاهد؟ انا عندي 3 مراحل للتنسيق، مرحلة اولى، مرحلة تانية، مرحلة تالتة. بتتحدد بناء على ايه المراحل دي؟ بتتحدد بناء على مجموع الطلاب، فئة الطلاب اللي بتبقى جايبة مجاميع عالية مثلا سي لحد مثلا يعني حاجة و80%،
88 مثلا او كده، الفئه دي بتكون مرحله اولى اللي هي دي بتحجز تقريبا غالبيه المقاعد بتاعه كليات الطب البشري والصيدله والاسنان والعلاج والطب البيطري وكليات علوم، بيفضل مثلا اماكن بسيطه جدا في الطب البيطري ممكن تنزل مرحله ثانيه او لا والعلوم. وبالنسبه لعلم الرياضه هندسه يا اما بتخلص يا اما بتنزل يعني مقاعد بسيطه جدا في بعض المحافظات المتطرفه. بتيجي بعد كده المرحله الثانيه اللي هي غالبيه بقى الطلبه بتوع الثانويه، ودي بقى اللي بتاخد باقي الكليات كلها، الكليات اللي بتبقى مشتركه ما بين علمي وادبي اللي هي التجاره التربيه الحقوق الاعلام السياسه والاقتصاد، كل دي بتاخد المرحله الثانيه تقريبا. بعد كده بنيجي للمرحله الثالثه اللي هي الناس اللي وصل لحد مجموع 50%، والناس دي بتلحق بقى اللي هي يعني مثلا اماكن انتسابات او اللي هي المعاهد، في برضو معاهد بتكون عليا 4 سنين بتتساوى بالكليات، وفي بتكون معاهد سنتين. طيب ايه بقى عدد الرغبات المتاحه امام الطالب انه يسجلها؟ عندك 75 رغبه. يعني ايه 75 رغبه؟ يعني 75 اختيار انت بتكتبهم، تقدر ان انت تكتب من الرغبه الاولى للرغبه 75 وانت بتفكر مع نفسك كده، انا عايز اخش في الاول كليه تجاره، هبتدي اكتب جميع كليات التجاره في المحافظات. تاني رغبه لو مجموعي ما جابش تجاره، انا مثلا عايز تربيه، هكتب بعديها تربيه، لو ما جبتش تربيه طب انا اخش اداب، اكتب بعديها اداب، وهكذا. وتقعد تفكر مع نفسك اكتب ايه قبل ايه، لان انت حتى لو جايب مجموع الكليه بس كتبت رغبه قبل الكليه ان انت جايب مجموعها والرغبه دي اخذت مجموعك هتدخلها على طول. وانت لما بتيجي في بعد التحويل بتحول من كلية أعلى في المجموع لكلية أدنى في المجموع، ما ينفعش ان انت تحول من كلية أدنى في المجموع لكلية أعلى، فخد بالك جدا وانت بتكتب الرغبات بتاعتك. طيب السؤال اللي بعد كده، ما القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات؟ يبقى زي ما قلنا لازم اخلي بالي من تخصصي، من شعبتي، انا ادبي ولا علمي، انا علمي علوم ولا علمي رياضه، في كليات من ادبي، في كليات من علمي علوم، في كليات من علمي رياضه، في كليات بتقبل جميع الشعب، فاخلي بالي من التخصص بتاعي كويس جدا. تاني حاجه اخد بالي من التوزيع الجغرافي، ما ابداش بمحافظه بعيده عني، حتى انت لو بدات بمحافظه بعيده عنك هتترفض، هيقول لك مرفوض في التنسيق، هو كده بيفتح لك بالسهم كده مربع وبينزل لك الترتيب بتاع المحافظات اللي انت المفروض تمشي عليه بناء على توزيعك الجغرافي، بيجيب لك الاقرب ثم الابعد. طيب يبقى الطالب عليه انه يختار الكليات اللي في النطاق الجغرافي بتاعه الاول وبعدين ينتقل للابعد. طيب هل يمكن للطالب طباعة رغباته بعد التسجيل عن الموقع؟ ايوه عادي خالص، ممكن لو هو بينسق حتى في البيت بياخدها بي دي اف ويروح لاي مكتبه وبيطبعها، ويعني احنا بننصح الطلاب انهم يعملوا كده عشان يحتفظوا بنسخه عندهم لو حصل اي حاجه، لو حب يحول بعد كده، لو راح لاداره الجامعه يبقى معاه، لو راح لمكتب التنسيق يبقى معاه نسخه من الرغبات اللي هو كاتبها. طيب هل يمكن للطالب انه يعدل رغباته خلال فتره التسجيل المحدده؟ ايوه، بيديك فتره كده تعدل فيها الرغبات بتاعتك، وانت ليك عدد من المرات بتخش وتعدل لحد ما بتثبت على الرغبات اللي انت عايزها. هو مثلا التنسيق هيقول لك بتاع كل مرحله مثلا بيفتح مده 5 ايام، مده اسبوع، من اول يوم فتح فيه لحد الميعاد اللي هيقفل فيه، طول الفتره دي اي تحديث جديد بتعمله هو اللي بيبقى عندهم لحد ما بيقفل، خلاص ما تقدرش ان انت تعدل تاني. طيب السؤال بعد كده، كيف يتعرف الطالب على الكلية المرشح ليها؟ عن طريق ان هو هتطلع بيان صحفي هيحضر فيه وزير التعليم العالي، ويبتدي يقول النسب والإحصائيات وكل كلية في كل محافظة أخدت كم طالب ومجموعها كان إيه. بعدها على طول بيبتدي يفتح الموقع بتاع التنسيق تاني ويقول لك ادخل خد يعني بطاقة الترشيح بتاعك، هتلاقي بطاقة الترشيح قالت لك انت رحت كلية إيه. طيب هل تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات طبقا للشعب؟ ايوه، ومش هقول ان ادبي اقل، لا علمي اكتر، على حسب تنسيق سنتك. يعني في بعض السنين كليات ادبيه بتاخد اعلى من الكليات العلميه، تلاقي تجاره في ادبي اخدت اعلى من تجاره في علمي، وبعض السنين بيحصل العكس بناء على نسبه النجاح، عدد الناجحين، المجاميع بتاعه الطلبه، فده بيختلف بناء على تنسيق كل سنه. طيب هنا ايه قواعد التوزيع الجغرافي؟ التوزيع الجغرافي بيقسم لك المناطق الجغرافية لثلاث مناطق، منطقة ألف، منطقة ب، منطقة ج. منطقة ألف هي المنطقة بتاعتك والمحيط اللي حواليها، ودي أقرب المناطق ليك، فهي دي المنطقة اللي المفروض اللي هي بتجيلك، لو ما جابتش مجموعك في المنطقة دي أو ما كانش موجود تخصصك في المنطقة دي تبتدي تنزل المنطقة ب اللي هي الأبعد
منها شوية بس ما زالت قريبة منك، ما جبتش يبقى بتنزل للمنطقة جيم اللي هي الأبعد عنك. طيب هل يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي؟ لا، محل إقامتك هو العنوان اللي انت حاصل منه على الثانوية العامة. انت مدرستك كانت في انهي مكان؟ شهادة الثانوية العامة ومدرستك اللي انت حصلت منها على الشهادة بتاعت الثانوية هي دي محل إقامتك. لو كانت في الجيزة فانت تابع لتنسيق محافظات الجيزة، في القاهرة فانت تابع لتنسيق محافظات القاهرة. ما ينفعش تاخد شهادة الثانوية من مدرسة في محافظة معينة وبعدين تروح تعمل يعني تغيير في محل الإقامة بتاعتك في البطاقة او كده وتبقى تابع لمحافظة تانية، لا ما ينفعش. طيب كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح ليها؟ خلاص بندخل على موقع التنسيق تاني بنلاقي بطاقة الترشيح موجودة فبنعرف ان احنا ترشحنا للكلية دي. طيب هل يمكن للطالب اعادة ترشيحه مرة اخرى بعد اعلان نتيجة التنسيق؟ لا، هو خلاص بيجيله الترشيح بتاعه، ممكن بعد كده بيعمل عملية تقليل الاختراب بانه بيدخل مثلا هو جات له هو مثلا من القاهره جات له تجاره الزقازيق، بيدخل يعمل تقليل اختراب ان هو يرجع مثلا تجاره عين شمس او حاجه زي كده، وساعتها بيتقبل باذن الله وبيروح لتجاره عين شمس عشان تقليل الاختراب، ودي بتبقى نسبه حوالي 10% من الطاقه الاستيعابيه للكليه. طالما في اماكن فاضيه في الكليه فبيقبلوك. طيب هل يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام في حالة عدم دخوله تنسيق العام الماضي؟ لا، الطالب بيدخل تنسيق سنته وبينسق على سنته، إذ لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضي مش هيحق له ان هو ينسق تاني هذا العام، هو بيتنسق على تنسيق السنة بتاعته. دي كل قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا. بنتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله. اي حد ليه سؤال اكتبولي في الكومنتس او رسلوني على رسائل صفحة منارة العلم انجلش فور يو، ان شاء الله اساعدكم واكون معاكم اول باول. بتمنى لكم كل التوفيق وبإذن الله كل واحد فيكم يدخل الكلية اللي هو بيحلم بيها ويكون لي فيها المستقبل الباهر بإذن الله. ما تنساش سبسكرايب للقناة ويعني اشتراك في القناة واللايك بقى على الفيديو ومنشن لأي حد من أصحابك عشان يعرف إزاي يقوم بعملية التنسيق وتكون عملية ناجحة بإذن الله، وما يضيعش على نفسه فرصة نتيجة لأنه هو ما عندوش الخبرة الكافية في كتابة التنسيق. فخلوا بالكم ما تضيعوش الفرص بتاعتكم وحددوا هدفكم كويس واعرفوا مجموعكم فئته قد إيه يدخلكم إيه عشان ما تضيعوش أي فرصة عليكم. شكرا لكم، كانت معكم منارة العلم English for you. Thank you.